درنا مش الكرام مشتاقنا شتا، مرحبا بكم معنا في البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا في اللحظات، حنا كنتواجدوا وسط المدينه القديمه، وكيف ما كتشوفوا معنا مش الكرام، هنا حريق باحد المنازل هنا بالضبط في المدينه القديمه بالقرب من السقاله. يعني كيف ما كتشوفوا معنا عناصر الوقايه المدنيه وعناصر الامن يعني اللي تدخلوا، صراحه تحياتي لهم وعلى المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها. يعني في تحياتي عناصر الوقاية المدنية وعناصر الأمن، يعني اللي حلجوا بواحد السرعة الحمد لله، ماشي شي حاجة اللي كبيرة بزاف، فغادي يتمكنوا منها بواحد السرعة. عافية عافية تفاوض موسمون عندي في الدار، كما كتشوفوا معنا الدائرة الأمنية المداومة حتى هما اللي جاوا بواحد السرعة كبيرة بالرفقة ديال عناصر الوقاية المدنية. خويا حدا السقالة بالضبط، هذا هو الدرب، هذه هي الزنقة. الناس الأمن اللهم بعين مكان مشكورين حتى هما، فكنتمناو ما تكون شي حاجة كبيرة بزاف. تحياتي لهاد الناس هادو، صراحة والله القسم اللي كيسهروا من أجل تقديم هاد المساعدة للمواطنين، عناصر الأمن، عناصر الوقاية المدنية، يعني المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها صراحة، وخا نعياو وما نشكروا فيهم، ما غاديش نلبيو لهم ولا شيء من داك الشيء الكبير اللي كيقوموا به. يعني أيضا فرقة مكافحة العصابات حتى هما هنايا بعين مكان من أجل ضبط الأمور. هذا هو الحي، هاي السقالة، هاو الكاميو، هذا هو الدرب. ميلود ميلود خرج الموطن، واللي وقع هنايا كانت على واحد العافيه في واحد الكابلي ديال الشارجور في واحد الدار. الحمد لله راه الناس بعدا ديال الحي تمكنوا من اطفاء ديالها، وفي هذه اللحظه رجعوا عناصر الوقايه المدنيه حتى هما كيكملوا المهمه.